هو واش ذاك الشخص اللي في الفيديو متوفق ولا لا؟ واش المكان الذي وقع فيه التصوير هو المكتب اللي توفق واش ولا لا؟ هل النساء اللي في الفيديوهات هل هن فعلا مسرحات ام لا؟ هذا الامر لم تجب عليه الخبره. هو الموضوع، لماذا لم تجب عليه الخبره؟ ومستحيل تجاوب عليه الخبره، لان لسببين كبار، سبب موضوعي وسبب تقني. السبب الموضوعي هو ان فعلا هذا المشروع في 20، سبب حقيقي. السبب التقني هو ان نجيب لي هذه الامور اللي طلبت منك يا استاذ، مستحيل تقنيا ان اي جهه مهما كانت مستواها الفني او التقني تتعرف على الاشخاص اللي في الفيديو. ستلاحظون في الخبره تتكلموا على لا ريزوليسيون، الجوده ديال التصوير. شفتوا نتوما الخبره، شفتوها، شفتوا التصاور، الاطار اللي مخذ منه هذا التصوير يقاربه، هذا الفضاء الكبير يقاربه هاد ستة او سبعة. شوفوا الشخص تماك اللي كاينين تماك، وشوفوا الشخص اللي كاين في الخبرة، غتلقاو داكشي متقارب. تيقول لك العلم، تيقول لك الا بغيتي تتعرف على ملامح الاشخاص تماك تقريبيا، خاص الدقة تكون، شوف هاد الاطار سبعة او ستة، يكون بدقة، انتبهوا معايا، 2572 في 1944، او الدقة ديال 3840 في 2160، في حين ان الدقة التي اخذت بهذه الصور هي هذه، يعني اضعف دقة 704 576 هي اللي كاينة في الخبرة. بمعنى من الناحية الفنية والتقنية يستحيل انهم يتعرفوا على الوجوه اللي كاينه هنا، لان مخوضه في هذه الدقه. رجعوا للخبره وتقراوا هذا الشيء. هذا اذا باش يتعرفوا خاص الدقه تكون بهذه التقنيه هذه او بهذه. اذا خاصكم تعرفوا انه مستحيل، وانا كما تحديت في مقال سابق ان اعتقاد تحكمي وبين الادله القانونيه القاطعه، انا ترفع التحدي ويقولوا لنا اذا كاين شي علم ديال التصوير يتعرفوا على هاد الملامح بهاد الريزوليسيون. واضحه هذه القضيه. اذا وبالتالي باش اطمئنوا ويطمئن الراي العام ان الوسائل اللي عندنا لن تمكننا من التعرف على الاشخاص والوجوه بالمطلق.